في الوقت اللي لسه مكملين الموسم عندنا هنا، العالم كله بيحتفل ببداية موسم جديد واحنا بنحتفل معاه. بنحتفل معاه بحالة بهجة، حاجة حالة متعة. أنا بقول لحضراتكم دايما، كل يعني الناس اللي بتتابعنا في السادسة، بقول دايما إن الكورة اتعملت للمتعة، للبهجة، والحالة دي بنشوفها في أوروبا. بقول لدكتور وليد النهاردة إحنا في حتة تانية خالص، إحنا عايشين على كوكب تاني. قال لي إحنا في ثقب أسود دخلنا فيه ومش عارفين نطلع منه. هنتكلم مع حضراتكم طبعا على أهم المسابقات أو الدوريات الخمس الكبرى، وهنتابع كمان نهائي سوبر المانيا امبارح بين بايرن ميونخ او بايرن ميونخ وروسيا دورتموند. بس اسمحوا لي ارحب بضيفي العزيز جدا عليا الحقيقه، دكتور وليد الحديدي، اللي بيشرفنا دايما في السادسه كل يوم اربع في اليوم العالمي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ احمد، نور الدنيا. تسلم، بفتقدك من اسبوع لاسبوع. والله وانا كمان بفتقدك جدا. كل سنه وانت طيب، وبدايه طيب. موسم يا رب تكون سعيد. واضح كده من البدايات انه في جرعه اكسجين، يعني بالذات كمان حاله عوده الجماهير للمدرجات محسسك انه قد ايه الدنيا بقت مختلفه. شوف، هو انت تحس ان كانت الانديه الكبيره تحديدا يعني مكبوته كده وعايشه في ضغط كبير، واول بقى عوده الجماهير وانطلاق الموسم الجديد مع التسهيلات اللي بقت موجوده في مساله الحضور الجماهيري، اللي هو روح كره القدم وروح الرياضه في اي حته في العالم. صحيح. وفكره لما بنتكلم عن يعني التنظيم المحلي والتنظيم العالمي، هو دايما التارجت مختلف بيننا وبينهم. هم بيبصوا للكوره والرياضه طبعا، وكره القدم هي يعني كريستال التورته بتاعه الرياضه. بيبصوا لهذا المنتج انه منتج امتاع ومنتج بهجه وانترتينمنت، زائد انه كمان بيجيب فلوس، وزائد انه كمان مكان للاستثمارات والاقتصاد وفرص عمل وكل حاجه. فهي خلطه كده على بعضها، خلطه حلوه. أيوة. وكل بيسعى من اول بقى النقل التلفزيوني لحد الحضور الجماهيري لحد التفاصيل بتاعه التقنيات حتى اللي بتستخدم في الكوره ومحاوله تطويرها، لحد القوانين واللوائح اللي بتتحط، لحد الفرص المتساويه للكل، لحد الميركاتو وشكله، كل تفاصيل قواعد اللعب المالي نظيف، ناحيه القانونيه والتشريعيه، ناحيه التقنيه، ناحيه الفنيه، البنيه التحتيه، العوائد والاقتصاد والاستثمار. تتكلم في ناس بتتكلم لغه تانية. هو في تارجت، هو عايز يوصل، لان المنتج في الاخر اصله هيبيع ازاي بالزبط. غير لما يقدم لك ده في احسن شكل ممكن. مظبوط. فده تارجت بره، اتمنى ان يكون ده التارجت هنا، لان احنا بناخد الكوره في سكه تانية خالص غير الهدف بتاعها الاساسي. وبقت عارف انت الحمل التقيل لما انت بتقعد اوقات كده يبقى عليك مسؤوليه تقيله علشان تعديها، انت بتبقى عايز تستمتع وبتبقى عايز تشجع فريقك وتقعد تستمتع، بس في الاخر الشكل النهائي اللي بيطلع بيخليك عارف حاسس ان انت بتبذل جهد. انا سيبك من كل ده، انا ما بطالبش بمعجزه، انا بطالب بمبدئين اساسيين لابد ان هم يتوفروا في اي مسابقه رياضيه في اي رياضه: التكافؤ والعداله. تكافؤ الفرص، ولا اي مسابقه في الدنيا لابد انها تقوم على العمودين دول. ما هي دي الازمه، ان انت اصلا بتطالب بحاجه ده هي اساس الاساس، يعني انت ده المفروض تحت الصفر، ومن اول الصفر بقى نبدا نبني المنتج. أي. فانت بتتكلم في حاجه اصلا احنا مفتقدينها بشكل كبير في الكره المصريه، وللاسف ما ينفعش نتكلم فيها النهارده في 2021 و2022 في الوقت اللي العالم كله بيتعامل مع الكوره والرياضه بشكل صحيح. طيب ادخل معاك في موضوعنا عشان عندنا حاجات كتير النهارده، بس اسمح لي قبل ما ندخل، هو يعتبر برضو حدث عالمي. بيتهيألي يعني الكرة الأفريقية النهاردة بقت محط أنظار العالم كله طبعا. ولما نتكلم على بطولة أفريقيا بالتأكيد بطولة هيتابعها العالم، بطولة أفريقيا في الكاميرون، والقرعة قرعة البطولة اللي أوقعت مصر في مجموعة فيها نيجيريا، السودان، غينيا بيساو. إزاي بتشوف القرعة وهل خدمتنا ولا طبعا دي طبعا ده صامويل إيتو امبارح في رابح ماجر وكانو من نجوم الكرة الأفريقية طبعا اللي تألقوا بشكل كبير جدا في أوروبا. طيب تفضل دكتور وليد. هو طبعا لو بتتكلم احنا للاسف كنا تصنيف تاني، فبالتالي انت كنت مجبر. والله الناس اكرمتنا بالتصنيف. والله التاني. يعني ايه والله بجد، ده قعدت ادعي لهم امبارح بصراحه. يعني خلاك تتفادى الكاميرون صاحبه الارض، ومباركة هتبقى صعبه. الجزائر احسن منتخب افريقي دلوقتي، السنغال برضه، السنغال طبعا منتخب كبير جدا، تونس والمغرب دايما مقابلاتنا معاهم بتكون برضه فيها لود كبير علينا. فبالتالي نيجيريا، واحنا دايما انا برفض حته الكعب العالي في الكوره، بس احنا بنعرف نتعامل مع نيجيريا ليه. هم منتخب افريقي وعندهم نجوم وكل حاجه، بس دايما كرتهم حلوه كده وكرتهم نظيفه وكرتهم مفتوحه، فاحنا بنعرف نتعامل معاهم، ودايما بيبقى المكسب. حتى روهر المدير الفني في تصريحات ليه يعني قال لك انا يعني اكتر منتخب مش عايز اقابله في التصنيف الثاني مصر. جات له مصر. المجموعه انت عارف احنا حتى كنا بنتكلم في اليورو كمان كان الدور الاول بتاعه بشكل كبير
أشبه بدور كده تحضيري أو دور تمهيدي للمنافسات اللي هي بتبدأ بقوة من دور الـ16، لأن أنت عندك 6 مجموعات، كل مجموعة بيصعد منها منتخبين أول وتاني، زائد 4 توالت من 6 مجموعات، فبالتالي فرص صعود الكبار بنسبة تقريبا مطلع. 99% كل الكبار عندنا المفاجأة لا يعني. لا بس احنا بنحب المفاجآت من النوع ده يعني انت عارف احنا ما بنخيبش احنا للأسف مفاجآتنا كانت بدأت في الـ16 لما كانت في مصر. لا ان شاء الله احنا فرصنا كبيرة نتصدر المجموعة، نتمنى نتصدر المجموعة عشان يبقى الطريق بتاعنا سهل، ما نقابلش فرقة أولى من أصحاب المركز الأول. بس السودان مش سهلة، السودان مش سهلة وظهرت كويس، يعني التريو بتاع نيجيريا مصر أو مصر نيجيريا السودان هم الاقرب لان هم يحتلوا المراكز الثلاثة الاولى، بس مين يكون اول مين ثاني مين ثالث ده اللي هيجاوب عليه الماتشات. طبعا اعتقد ان احنا ان شاء الله عندنا فرصه لتصدر المجموعه، بس عندنا مباراه نيجيريا الاولى، طبعا لحظنا ان هي اتقل مباراه، جت المباراه الاولى هي بالنسبه لهم كمان ده حظ سيء، يعني لو ركزنا ان شاء الله وقدرنا نكسب نيجيريا باذن الله هنتصدر المجموعه او نتعادل، يعني التعادل ممكن يخلينا نتصدر بفرق الاهداف بالظبط بالظبط، بس ان شاء الله نلعب على الفوز. احنا عندنا يعني منتخب مصر عنده اوراق، منتخب مصر السكواد بتاعه قوي. طب سيبك من المجموعات، مصر ممكن تروح لبعيد في بطولة أفريقيا؟ بص منطقيا بحسابات كرة القدم في منتخبات بمصر زي ما بتحب إيطاليا يا دكتور ولي يعني هو إيطاليا شوف ما كانش عندها أو ما كانش يعني الرهان عليها كبير لأنه كان منتخب لسه بيعاد. طب ما احنا الرهان مش علينا كبير برضو، احنا يبقى نكسب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. لا هو في منتخبات بحسابات الكرة طبعا في قمة مستواها حاليا، منتخب الجزائر في قمة مستواها حاليا، منتخب المغرب عامل مشوار كويس في السنين الأخرانية وعنده سكواد قوي، عندك منتخب زي منتخب الكاميرون على ارضه مؤكد هيكون منتخب شرس، السنغال لسه طبعا بتحتفظ بكل قواها، فبالتالي دي منتخبات مرشحه ومعاهم منتخب مصر، ما تقدرش تستبعد منتخب فيه محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي، منتخب يعني في كل خطوطه ومصطفى محمد ومحمد شريف قدامه وقفشه في صنع، يعني انت عندك في كل المراكز طارق حامد في وسط الملعب، عندك في كل المراكز والنني يعني لا انا لو قعدت، انت عندك في كل مركز فيه الاساسي والبديل، وفي الدفاع فيه طبعا حجازي فيه ايمن اشرف فيه الونش في عندك في كل الخطوط لعيبه كويسه. اتمنى ان احنا نكون بدنيا لان كمان الموسم ده موسم مضغوط جدا، الموسم اللي جاي هيبقى مضغوط جدا، فاتمنى ان شاء الله اللعيبه دي مش ما شافتش النور طبعا هو يعني هي دي والله بجد كان الله في عونهم اللعيبه تم وزاد كمان بالذات لعيبه الاهلي، يعني لعيبه الاهلي لانه كان اكتر مشاركه الموسم كتير جدا ده جدا حقيقي. يعني انت بتتكلم في 10 شهور هتبقى راجع من مونديال الانديه سفرية. كمان مجموعه الاهلي هتكون في مجموعه اللعيبه في مونديال الانديه في شهر 12 وكاس عرب هيبقى في مجموعه اكيد من وكاس عالم اليابان، وبالمناسبه اتحاد الكره الياباني اقول لجمهورنا دي الاهلي حد مواعيد انطلاق النسخه الجديده من كاس عالم الانديه ان شاء الله باذن الله، اول ماتش هيبقى يوم 9 ديسمبر والمباراه النهائيه هتبقى يوم 19 ديسمبر. يعني انت بتتكلم في حوالي اسبوعين مثلا او 3 اسابيع قبل انطلاق البطوله، فضغط كبير جدا. اتمنى ان يعني اللعيبه بقى ربنا يكون في عونها. نلغي الدوري السنه الجايه ولا ايه ولا نعمل ايه؟ طيب مش عارف فعلا هو الدوري هيكون مضغوط جدا فعلا وايطال، وانت مجبر تخلصه بدري عشان كاس العالم كمان في 2022. صحيح. طيب نروح لكاس سوبر المانيا، العملاقين دايما يعني انا بشوفهم قطبي الكره الالمانيه انجاز التعبير، بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، طبعا دي لقطات من مباراه امبارح اللي انتهت لصالح البايرن ليفاندوفسكي، خطير 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 مش عارف انا احله ازاي الراجل ده بصراحه مش ممكن يعني مهاجم يعني ما تيجي تدرس للولاد الصغيره كيف يكون المهاجم داخل منطقه الجزاء، ازاي بيتحرك، ازاي بيلعب براسه، ازاي بيلعب برجليه، السهل الممتنع. بص التفويته دي هو طبعا بص ده مولر طبعا الهدف الثاني طبعا بايرن ميونخ لسه بيحتفظ بتقريبا نفس التشكيله بتاعته يمكن بس باضافه اسم جديد مميز اللي هو اوباميكانو في قلب الدفاع ودي اضافه مش قليله ده طبعا الهدف. خد بالك كان في ديو تاني شغال في المباراه هالاند ليفاندوفسكي طبعا يعني زي ما كان في بارسا وريال رونالدو وميسي في هنا ليفاندوفسكي ما هو ده الثنائي اللي عليه العين والحقيقه هالاند انطلاقته مع الدورتموند في الدوري الالماني السنه دي برده كانت انطلاقه عظيمه جدا هو دايما حاضر الحقيقه في المعاد والجون ده كمان حلو قوي ماركو رايس انا شايف انه اللعيب ده اتظلم بصراحه هو اللعيب ده كان يستحق يعني يستحق يكون في حته تانية خالص انا شايفه من العظماء يعني بس ده حد عامل له عمل ودفنه في مكان ما لانه فعلا ماركو رايس من سنين وهو الكلاس بتاعه يحطه مثلا في برشلونه ريال مدريد صحيح. ودايما هو كان قريب انه يروح توب ايه في سواء برشلونه او ريال مدريد او ممكن حتى نرجع بس باللقطات تاني انا عايز نرجع باللقطات بالريبلاي لقطات الاعاده بالتصوير البطيء
نشوف مدى جودة. يعني أنا مش عايز أقارن لأن المقارنة هتبقى ظالمة جدا. يعني لو نشوف بس مش بالسلو موشن، نشوف الإعادة ونشوف درجة وضوح الصورة. إحنا مش بنطالب بحاجة عبقرية، إحنا بنطالب بحاجة بسيطة جدا وسهلة جدا، نشوف زوايا التصوير، عدد الكاميرات داخل الماتشات، داخل المباريات على أرض الملعب، نشوف كواليتي الصورة عامل إزاي، مدى وضوح الإعادة. احنا عندنا كأن الماتش بيتلعب في استاد ضلمه. انت عارف هي المشكله ايه؟ المشكله ان انت عندك الامكانيات، احنا دوله امكانياتها عظيمه جدا، وده ظهر لما بننظم بطوله زي الامم الافريقيه. كان عندنا نقل اوروبي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، سواء بالنسبه لعدد الكاميرات او بالنسبه لجوده او الكواليتي بتاع النقل التلفزيوني نفسه، جوده الاخراج، وكان عندنا مخرجين ومصورين مصريين واجانب، وخدنا خبرات منهم خلال بطوله الامم الافريقيه الاخيره. فبالتالي انت عندك الامكانيات، لماذا لا تستغل هذه الامكانيات ونطلع المنتج الشكل ده على الاقل اللي طلعناه في كاس امم افريقيا؟ هي بطوله الدوري ما بتكسبش يا دكتور وليد. لا يعني لو الاجابه ما بتكسبش تبقى مصيبه، ولو الاجابه بتكسب يبقى المصيبه اكبر. يعني هي طبعا لازم تكون بتكسب، لان انت عندك رعاه على مستوى عالي وواسع موجودين وبيحطوا فلوس في الدوري المصري. ترجمه ده على البطوله ايه؟ ما هو ده بقى اللي احنا ده اللي محتاجين له تفسير. وخلي بالك انت لما تصرف، عارف انت لما بتبني حتى مصنع او مشروع، انت بتحط شويه فلوس في الاول عشان في الاخر تطلع منتج تعرف تبيعه فتجيب مكسب يغطي لك المصاريف. انت لو طلعت المنتج زي ده انت تقدر. ما احنا يا جماعه انا لسه بقول في 2019 من سنتين كان عندنا نقل زي ده، نقل على اعلى مستوى بطوله الامم الافريقيه، مباريات مصر والكونغو في تصفيات كاس العالم ومباريات مصر في تصفيات كاس العالم بتطلع باعلى مستوى. فلماذا لا نستغل هذه الامكانيات؟ انا نفسي افهم بجد والله. انا والله الوقت مش لاقي اي تفسير. كلنا يا دكتور وليد طبعا لحظات التتويج امبارح اول بطوله، طبعا المدرب الشاب الواعد اللي كلنا كنا معجبين بتجربته مع لايبزيج، واللي كلنا كنا منبهرين بشخصيته وادائه رغم صغر سنه. قادم طبعا، يعني قادم طبعا بقوة اكيد، والعين بتاعه البايرن كمان هيديله. احنا بنقول في نفس الوقت نفس الكلام في تواصل ذهني. لا اداره بايرن الحقيقه من الادارات اللي بتعرف تختار كويس، اللي بتعرف تحط عينها وتنتقي المواهب بشكل يتدرس. يعني دايما انا بقول بايرن ميونخ اداره تقعد كده تدرسها وتعمل عليها ماجستير ودكتوراه عشان تشوف ازاي تنجح باقل الامكانيات وتحقق اعلى المكاسب برضه باقل الامكانيات. ناجلزمان اولا طبعا سن صغير يسمح له انه يكون عنده مشوار تدريبي محترم. راح بايرن ميونخ لانه يستحق ده، ولانه قدم تجربه عظيمه مع لايبزيج سواء في الدوري الالماني في البطوله المحليه او في دوري ابطال اوروبا، رغم صغر سنه الا انه عنده الشخصيه اللي تقدر تخليه يتحكم في اي عدد من النجوم، مفيش اي مشكله، عنده دعم كبير من الاداره والجماهير. انا متوقع له يحقق نجاح كبير جدا، ومتوقع يبقى واحد من ابرز الاسماء في تاريخ التدريب في تاريخ كره القدم، لانه فعلا بادئ زي جوارديولا لما كان عامل في بداياته، زي جوزيه مورينيو ما عمل في بداياته، اللي هو من بدري قوي بيديك كده زي جرين كارد ان انا جاي، ان انا عندي الامكانيات. النهارده يحسب لالمانيا انه لو بتختار افضل 10 اسماء في عالم التدريب في العالم هتحط 3 اتليست من المانيا. هسمع رايك في ده بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور وليد حديد.